الانتخابات اللي بيعملوا دي حرام. اثنين، الانتخابات حرام، دي ما صح. اوريك ليه. اولا ما هي الا انت. اولا الانتخابات بتختلف من الشورى، لان الشورى بيستشار فيها اهل الحل والعقد، يعني ديل الناس الفاهمين اهل العلم، ناس عندهم علم وعندهم فهم، ديل بيستشيرون استشاره. ودائما الشورى بياخذوا الراي الصواب، ده في الشورى. يعني لو قعدوا ناس يستشاروا وده الناس فاهمين وعلماء وعاقلين وبيفهموا وضع البلد واستقرار البلد كيف والبلد تمشي ذات اتجاه، ناس فاهمين استشرناهم بنختار الرأي الصواب. أما طريقة الانتخابات ما بيختار الرأي الصواب، بيختار الرأي اللي عليه أغلبية. وفي فرق بيناتهم، لأنه الأغلبية في الغالب ما بكون رأيهم صح. واثنين، الرأي الأغلبية ممكن يشترى وممكن يأتي بالتغبيش وبالخم، بيجي بالخم. عشان كده بقول لك دائما الديمقراطية تخدم أصحاب المال. انت الليلة لو داير تعمل انتخابات، انتخابات بتديرها كيف؟ بالقروش. عشان تمشي تركب مواصلات وتمشي لغرية تمدغين هناك وتمشي لوين وتمرقة في الضعين وكده، انت عندك قروش بتشتغل؟ ما عندك قروش، اللي بيسمع بيك منو جاته؟ اللي بعرفك منو؟ دار قروش. عشان كده اصل العلمانيين شاردين من الانتخابات ضد الكيزان، صح؟ ما ديلك بالعين عندهم القروش وبيقدروا بيشتروها بالزرايب، دي بالزريبة، زريبة كاملة بلموا في الشيخ، بيرقعوا لك بعربية أوباما، بكرة بجيب لهم زريبة، ما فاهمين أي حاجة. بصوت جد. وأنت العلماني بتكون شغال بتنطط لي وين والرؤى، وانبسغت انبسغت بتاع شنو؟ الشغل ده بالزرايب. فهمت؟ عشان كده رأي الأغلبية بيشترى. ورأي الأغلبية في الغالب ما بكون صح. ما شغل بتاع جماهير ده، ما بكون الرأي الصحيح. ولذلك الإسلام يقر نظام الشورى ولا يقر نظام الانتخاب. ما بقر نظام الانتخاب. وربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دائما الكترة ما فيها فهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. الكتار دائما بيكون شغالتهم شغلة بتاعت خمسة وما فاهمين، والفهم دائما بيكون عند كل من الناس. طيب اثنين، مسألة الشورى ولا والديمقراطية. الديمقراطية مبنية على رأي الأغلب، والشورى مبنية على الرأي الصحيح. ودي مسألة مهمة يا إخواننا. عشان كده الإسلام دي وسيلة من الوسائل عندكم ما بقرة. الوسيلة الثانية وسيلة التغلب، وبرضو الإسلام ما بقرة، دي حرام. التغلب يعني شنو؟ يعني يجيب الدبابة، دي حرام في الإسلام. وإنتوا بتقولوا عيب، لكن لما تجي الإسلام بتعيبوه برضو، مع إنه الإسلام ما بيقر الوسيلة دي. حاكم إذا فجر أو ظلم، ودي أظن سؤال قبل الأخير بتاعك أنت، إنه نحن نتعامل معه كيف؟ عندنا في الشريعة الإسلامية الحاكم ما بين نفسه. وإنت لما تجي تنظر لي للموضوع ده تقول لي يا أخي إحنا ما نرضى بالظلم، ما في زول قال لك يرضى بالظلم، ولا الإسلام بيقر الظلم. لكن الحاكم يوجه وينصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. تمشي له عنده هناك وتتكلم معه تدي الحقائق المرة وخليه يقتلك بعدك. ده الإسلام كده، إنك أنت بتصلح الحاكم، لكن ما بتمشي عشان تهدم الحاكم وتجيب غيره. والطريقة دي يا أخوانا دي طريقة بتحفظ أول حاجة أمن البلاد، وبتحفظ سلامة الناس. زي ذولك القبالك المرهف ذاك كان بس مشكلته كله القتل والدماء. الإسلام عشان يحافظ على الدماء دي ذاته قال لك وألا ننازع الأمر أهله. ما تعمل لك مشاكل مع الحكومة أنت، ما تعمل معه مشاكل، أمشي أنصحها ووجهها. إن
حاكم الأمور بتمش. لو ما قبل الإسلام راح على حاجة تانية أنت ما قاعد ترى عليها، أقصد العلماني، أنت قلت ما 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 معهم كويس، العلماني ما بيراعي عليها، اللي هي إنه الحاكم ده ممكن يا أخواننا يكون غشوم وظالم وفقر جدا. شفت يكون ظالم الرعية ما لاقي حقك، لكن أنت لو مشيت مركت عليه ده بيزيد لك زيادة بيقتلك. وبعد ذاك أنت زمان كنت بتشكي إنه عيش ما في والبنزين بقى غالي والصفوف، بتجي تكوس تلقى بنزين زاد وما في. أسا بتاع سوريا ده شايف عامل فيهم شنو؟ ما ندمهم كلهم على اليوم المرقوا فيه، والغشوم منه غشوم الكيزان، غشوم الكيزان ناس سوريا أخرجوا وجوهم ناس العريفي وناس منو، ما شفتهم في الفيديوهات؟ ثوروا إن الله لم يخلق شعبا يستكين، وهو ضارب الكنديشن بغادي. ثوروا قال لهم مرقوا. الآن أزول لكاتل قريب مليون سوري، قريب مليون، وشرد كم من القاعدين معانا في السودان هنا والقاعدين في غيره من الدول المجاورة، شردهم. يلا الإسلام راح على إنه ممكن يكون الحاكم ظالم، لكن الصبر عليه بظلم ده أخير لك من إنه البلد تنفجر وتبقى حرب أهلية زي ما حاصل الليلة وانت شايف بعينك براك. بل أنا أديك زيادة في قاعدة وضع الإسلام، إنه ما من ناس خرجوا عشان يبدلوا ظلم بأمر جديد إلا وكان الجديد أسوأ من الأول. ده أنس بن مالك قال لهم الكلام ده وقال لهم سمعته من نبيكم. ونحن النموذج ده عشناه ولا ما عشناه الليلة؟ إحنا الآن عايشين واقع معاش، ناس مرقت الثورة الدولار كان كم؟ 40 والليلة كم؟ بيسوء الكيزان دين بيسوء ونشرهم ده، الليلة الدولار كم؟ 96 مرق 100 وجا راجع تاني كويس؟ نحن وضعنا كان كيف؟ ماشي اللي أسوأ وما يقدر زول يقول ليلى، خليه يقدر واحد يخش هسه يقول ليلى، كلامي ده غلط؟ تعال العيشة كان بكم؟ ذاتها هسه الله يلمنا فيها العيشة ذاتها وينه؟ ونحن وكيل بنقول الكلام ده كانوا بيقولوا لنا انتوا دايرين الكيزان يا ناس، والله نحن ما دايرينهم ولا يوم من الايام تمنيناهم ولا اشتهيناهم ولا في ذول باكي على الكيزان، والاذى الازونا له والكيزان نحن والله ما ازو كل ويتو، والله بحليفته ما ازو كل ويتو، لانه انتوا ازوكم في دنياكم ونحن ازونا في دنيانا زيكم وزياده عليها ازونا في ديننا، انتوا ما ازوكم في شيء. فهمت؟ في دينك وين هو انت ذاتك؟ انت دينك دينك شغال بيته، الكيزان كان قال لك سوى الدين انت بتسوي؟ انت ما عندك دين ذاتي يعني ازوك فيه. فهمت؟ ده الواقع، ده الواقع الناس عايشة والان، وما في الدين بلد. الكلام ده قاله ابن تيميه قبل ما يموت، قبل سنة 827 قبل ما يموت ابن تيميه قال ما من دوله خرجت على سلطان الا وجاءت بشر اكثر مما خرجت لازالته. الكلام ده قاله ابن تيميه سنه 700 وحاجه او 800 وحاجه. الليله الكلام ده ما واقع. الدنيا بلد اتصلحت، وين وين اتصلحت؟ تونس رجعوا الكيزان ثاني. انت ما فاهم الحاصل ولا شنو؟ قال اتصلحت، قال يا ولد الكلمه دي كان سمعوها بنجموه ده بالله يا ناس. ما في نموذج. ونحن والله نتمنى انه وضعنا يستغير على كده، انه ما تكون في بلدنا دي حرب اهليه. احنا الحمد لله هذا رايقين وظريفين ونجي نناقش ونتونس، لكن لو دورت حروبات نحن بلد فيه كميه من العنصريه لا يعلم بها الا ربنا. نحن عندنا ضغائن عنصريه موجوده في المجتمع ده موروثه لزمن طويل جدا. دي لو انفجرت وقامت الحروب على اساس عنصري وعلى اساس طائفي البلد دي ثاني والله الا يثبت ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بس على ده ان شاء الله تستغل. طيب قال الفصل بين السلطات، ده بقى موضوع طويل. الفصل بين السلطات ده بيفصل بين الحاكم الفوق الكبير. الحاكم ده بيجعل سلطاته، دي ما فيها مشكله في الشريعه الاسلاميه،
كونه تكون في سلطة قضائية وتكون في سلطة تشريعية وكذا، لكن في النهاية السلطة التشريعية ذاتها إنها تشرع وفق الشريعة الإسلامية وما فيها مشكلة تانية، ويفصل بين السلطات الحاكم، والحاكم حتى يفصل بين العلماء ذاته لو اختلفوا العلماء، ويجي الحاكم يختار رأي من الآراء اللي اختلفوا فيها العلماء، إن كان للرأي مساغ يعني يبقى كلام الحاكم هو الفيصل بيناتهم كلهم. أيوة زي شريح القاضي لو انفصل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وأفضل إنسان كان عايش في الوقت ذاك، وبين يهودي، يهودي زي يعني ما مؤمن ذاته. أخيرا في ناس قال غير مسلمين وقاعدين معانا في البلد دي وعاوزين يحكموا. طيب سؤالنا اليوم، مش هم غير مسلمين؟ هم ممثلوا قلة بالنسبة لنا نحن ولا ما كده؟ هسه في الركن ده ما مسلمين كم؟ ارفع يدك. ما في، انا ما عارف انتوا بتنادوا لكم لناس وينهم ذاتهم؟ شليل وينو؟ وينهم الما مسلمين دلهم؟ ما في هم اصلا، ولو في شوية كده. طيب هو ده الما مسلم ده لو جاء بيحكمنا نحن المسلمين بالشريعة الإسلامية ولا بغيرها؟ ما حيكمنا بالشريعة الإسلامية صح؟ طيب يا أخواننا أنتوا بنفس الخطاب بتاعكم ده ما تمشوا تقولوا هناك في أمريكا وتقولوا للبريطانيين وقولوا لإسرائيل، قول لهم نحن دارين من باب العدالة دايرين حاكم مسلم لأمريكا يحكمهم بالإسلام بيقبلوا؟ طيب نقبل نحن ليه يعني؟ نحن ليه ما لنا بس؟ ليه نقبل؟ يا أخوانا أنتوا ما تخافوا الله كله كله؟ يا أخي أغلبية ساحقة للمسلمين، اليهود كم؟ أنت لقاك يهودي قبل كده في البلد دي؟ أنا لليلة دي عمري فوق للثلاثين سنة ما لاقاني يهودي ذاته، لا في، يا ما في. النصارى ديل كانوا تابعين للجنوب أغلبهم، الآن فضلوا الكوبتيك اللي جاي ديل الأقباط، وده شوية هم كم الأقباط ذاته قاعدين بس جوا بجاي في الكنيسه بتاعت بحري دي كويس، شو حبه كده وشويه نصارى حبه شويه. معقول ديل يجي واحد منهم يقول انا ده احكمكم كلكم كده احكمكم؟ لا ده هسه خليك بالدين بس السوداني هسه ما حقاره عليك الله ما حقاره يا ناس، انتوا تحقروا بينا في بعد عمرنا ده كله تحقرونا يعني؟ يعني نحن المسلمين جد نبطح ويجي ذاك يحكمنا ذاك؟ لا مسلم معانا، لا ده بأي حد يحكمنا بأي حد، الدين أي قانون في الوطن دي، أي قانون، قانون إسلامي، قانون ما أي قانون بس يحكمنا به، ده الدين قانون. بالديمقراطية أسألك بالله، الديمقراطية بيجيب لها حاكم نصراني اللي يجي يتصوت؟ مش الترشيح اللي احنا ما دارينه الانتخابات دي، خليه ينزل انتخابات، مش اسمه بطرس ميخائيل؟ خلي ميخائيل ينزل. يا ناس يا ناس، هو اسمه كان اسمه ميخائيل والله انجب الاسلام، السودانيين ما يقبلوا به اسمه ميخائيل. يا اخي باي منطق انتوا بتتكلموا الان عن عداله وعن منطق؟ باي منطق بلد اغلبيتها الساحقه مسلمين تقولوا لا لا نحن دارين واحد ما مسلم يحكمكم باي حد؟ يا ناس ما تخلونا نزعل، ما عنده حق يحكمنا. بعدين اقول لك قوله، هو ما عنده حق اصلا يحكم بغير الاسلام حتى لو في بلد، في بلد ذاته كفار ما عنده حق. ليه؟ لانه هو في ذات نفسه نحن نقاشنا معاه انه هو ما عنده الحق يختار ما يشاء بمزاجه، انه عنده خالق. انت بتتكلم الان على الحقوق وتقول لي حقنا والبلد دي حقتنا، طيب ربنا خلق البلد ما عنده حق؟ يا عليك الله السيدة لو صنعت لك خلاطة، الصيني اللي بيصنع له خلاطة بيجيب لك معاه كتالوج ولا بيجيب لك ساي؟ بيجيب لك معاه كتالوج بيقول لك بيركبوها في الكوبس، وبعد ما يركبوها تدوس الخضراء بتخلط، تدوس الحمراء بتقيف. انت ممكن تجي تشيل الكتالوج تدعو له تقول له لا احنا دارين نخلط بالحمراء ونوقف بالخضراء، عليك كيفك وعليك كيفك انت. الصيني صيني لا بتقدر تخالفه، انت صيني ما بتقدر تخالفه والله ما تقدر تخالفه، سوالك بالخضراء خضراء، تجي تطبز للصباح ما بتخلط لك اي شيء، تاخذ لك عجوره جوا ما بتخلط للصباح.
ده صيني يا أخي صيني، ما بتقدر تخالفه أنت. نجي نخالف نحن رب الكون اللي خلقنا كلنا. ربنا يا أخي قال كده، قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. تاني في كلام ربك اللي خلقك يا أخي، تفتروا على الله اللي خلقكم ودار يصلحوا لنا البلد؟ ما بيصلحوا أنتوا يا ناس. هنا الكيزان اللي بيقولوا لا إله إلا الله وحرامية جاطوها، خلي أنتوا لا إله إلا الله ما تقولوها. وديلك اللي بيقولوا هي لله، طلعوا عيننا، خلي كمان تجينا هي لله ذاتها ما بتقولها.